ما يربو على 25 منظمة أهلية ومنظمة مجتمع مدني التقت بهم وزيرة التضامن الاجتماعي كشركاء في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لبحث تقديم أقصى استفادة للمواطن ضمن هذه المبادرة. احنا بنشتغل أكثر على الاستثمار في البشر وعلى بناء الإنسان، معنيين بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية، منها سكن كريم ومنها الاثنين كفاية أو تنظيم عيادات تنظيم الأسرة اثنين كفاية اللي بننفذها مع بالشراكة مع وزارة الصحة. في أيضا ملفات أخرى بتقوم بها الجمعيات الأهلية، بننشئ مرصد مجتمعي بيقوم على رصد الظواهر الاجتماعية وعلى تسجيل كل بيانات الأسر المتاحة والتي نخدمها في هذه القرى. ولأنها شراكة تسعى لصالح المواطن، الهدف الأساسي من كل تلك الجهود كان التركيز على المحافظات كافة وبخاصة البعيدة منها للوصول إلى المستحقين في كافة ربوعي مصر. طرحين أن احنا نكون موجودين في مركزين، واحد في بني سويف وواحد في البحيرة، بيشمل مراكز بالقرى بتاعتها جميعا، على أن احنا نقدم تنمية شاملة، وده يعني من أهداف المنظمة. نشتغل في برامج التنمية الشاملة سواء صحية تعليمية اقتصادية اجتماعية، بهدف ان احنا نقدم مدخلات وتدخلات متكاملة، لانه الشغل في شكل فردي او بشكل احادي مش بيؤدي للنتيجة المطلوبة. ممثلو المنظمات الاهلية عبروا عن سعادتهم بالمساهمة في تلك المسؤولية المجتمعية كشركاء تنمية مستدامة للفئات الاكثر احتياجا. عائد على المواطن هيبقى حاجات كتيره جدا. في قرى في مصر كانت محرومه تقريبا من المرافق، مفيش طريق، مفيش ميه، مفيش صرف صحي، كل ده بيتعمل دلوقتي. المواطن هيبقى عنده بيت، هيبقى عنده سقف، هيبقى عنده شبابيك، هيبقى عنده سكن كريم، وده جزء مهم جدا. ده غير بقى الخدمات اللي في قرى كتير قوي من مصر كانت محرومه منها، زي الخدمات الصحيه والمدارس والحضانات. بالتوازي تسير جهود المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصري على كافة الأصعدة، صحيا واجتماعيا وتثقيفيا، ما يعود بالنفع لصالح تنمية الدولة المصرية. من مقر وزارة التضامن الاجتماعي، سارة متولي، التلفزيون المصري.